راسمة هاندانوفيتش بتتولى امرأة بوسنية مسلمة تدعى سجن بتهمة قتل مدنيين كروات وأسرى خلال الحرب التي جرت بين عامي 92 و95. هاندانوفيتش الحاملة للجنسية الأمريكية حكم عليها بسجن لمدة 5 سنوات ونصف عقب اعترافها بما نسب إليها، والمتمثل في قتل 6 من كروات البوسنة خلال هجوم على قرية تروسينا جنوب البلاد العام 93 تسعة ألف. هناك حالات في هذه القضية تتعلق بنساء المشاركات في ارتكاب جرائم حرب في مخيم دريجيل وفي جرائم الحرب في منطقة بوتسفينا. الحكم الصادر في حق هاندانوفيتش جاء بعدما توصلت لاتفاق لتخفيف الحكم مقابل أن تعترف بجريمتها وتشهد ضد أعضاء ينتمون إلى وحدة ذو الفقار الخاصة بالجيش البوسني التي نفذت الهجوم. وفي السياق ذاته أدينت امرأة واحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب البوسنة، ويتعلق الأمر بالرائدة السابقة لصرب البوسنة بيليانا بلازفيتش التي حكم عليها بسجن لمدة 11 عاما في العام 2003 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قبل أن يطلق سراحها بعد قضائها ثلثي المدة.